السلام عليكم، اهلا وسهلا. رجعنا لكم من جديد، فيديو جديد. هذا مو فيديو اكل ولا تسريحه ولا، هذا فيديو حبينا نعيدكم يا جماعه ونقول لكم كل عام وانتم بخير، الف الف خير. وعيدكم مبارك وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. يا جماعه انا اسفه تاخرت عليكم بس بالمعايده، لانه يعني من فيديو اليبرق قبل العيد بيوم وانا تعبت، يعني تعرفوا عندي السكر، فالسكر كان عندي كتير عالي. اول يوم وتاني يوم قضيتها بالفرشة، يعني مثل ما بتقولوا يعني بالفرشة، ما قدرت اقوم، ما قدرت اطبخ، ما قدرت اعمل شيء ابدا ابدا ابدا. اليوم الحمد لله، يعني لما فتحوا الدكاترة كنت اول وحدة يستقبلوني، رحت عند الدكتورة وشوي يعني نظمت لي وضع السكر الحمد لله. ادعولي بالشفاء ان شاء الله، يا رب الله هيك يشفي كل مريض. فهلأ اليوم يا جماعة اولادي، يعني بعد طبخة اليبرق، ما طبخت لكم صح لولو؟ ماشو قول الحمد لله ماما. فهلأ قلنا قمت اليوم الحمد لله، الله شوي هيك شدني، شربت الدواء نعسان وليد. فقررت اليوم انا ووليد نجهز الفطور، مع انه فرحان انه ماما قامت وهيك. فانا يا جماعة يعني الله يبارك في كل مين يعني ادى الفريضة، والله يرزق العباد اجمعين يا رب. اكيد هون يعني كتير قلوبهم طيبة، اللي ادى الفريضة شاف جاره ولا ما دبح ولا هيك، اكيد ما حدا قصر، والحمد لله رب العالمين. يعني الله يرزق كل مين تفكرنا يعني. فانا بما انه ما قدرت اقوم واعمل شيء وطبخ وهيك، فاليوم حبينا انا ووليد نعمل اكلة سريعة. هاي هي يا جماعة، انا هون تبلت اللحمة، حطيت لها نعناع وبندورة وتوم وشوية زيت زيتون هيك، راح نمدها على الخبز وبعدين نعملها. وين وليد؟ الكباسة. فهلأ بدنا نفرجيهم كيف رح نمدها هاي. يعني هذا فيديو يا جماعة ما هو فيديو أكل، هذا فيديو معايدة، لأنه عن جد اشتقنا لكم كتير، حتى لو منغيب يوم ولا نص ساعة ولا ساعة منشتاق لكم. وأنا حسيت بالتقصير لما ما عيدت عليكم وهيك، فحبيت شارككم هذا الفيديو. هو بتشوفوا شو بدنا نفطر هيك على السريع، وهو منكون شفناكم عيدنا عليكم، وإن شاء الله تكونوا بالخير صح ولا لا لولو؟ إذا لسه نعسان ما رح أطالعك بالفيديو. نعسان؟ قول لا. برافو، يلا هلا أنت اللي بدك تمد أول سندويشة إلك، تمام؟ يلا خلينا نفرجيهم كيف. يلا يا وليد البطل، إيه نعمل هيك بدها. يلا شوفوا وليد كيف عم يعمل أول سندويشة. يا جماعة هي طعمها كتير طيب، تجي مثل تتبيلة السجق هيك يعني في على الخبزة. يعني شوفوا وليد دمر الدنيا. أكيد يا جماعة أنا شاركت وليد. طبعا أنا البطل اللي سويته. هو البطل اللي سواه. شوفوا يا جماعة تجي هيك، نحن نعملها. افتح ماما يلا. هلا وليد بده يكبسها، هو لأنه ماما تعبانة شوي. وليد اليوم عم يعملنا الفطور، تمام؟ هلا رح نستنى هيك السندويشات. وقف هون وليد يلا عشان نحكي متابعينا شوي. عن جد يا جماعة يعني بتشكر الجميع اللي عم يدخل على القناة، والاخوة اللي شاركونا من الأردن من اليمن، مرحبا فيهم ومرحبا بكل المشتركين من كل البلاد. عن جد كتير كنت مبسوطة فيكم لما شفت يعني الجمهور منين مشاركنا. اعذروني كتير على تعبي هاليومين، غصب عني تعرفوا السكر كتير غدار، فأنا كنت يومين يعني الله عالم فيني.
اجت العيد ورغم كل هالظروف ما قدرت اقوم صدقوني ابدا اتحرك يعني، وهلا الحمد لله بنشكر الله ان شاء الله يا رب على الدواء برجع شوي بشد وبصير احسن. وبما انه هلا وليد هو بساوي لنا الاكل دائما مثل هلا الفطور، انا ما عاد اكل هم شيء. تمام وليد؟ رح تعرف تكبسها؟ عيدكم مبارك جميع، وان شاء الله يا رب الله يهني الجميع ويديم لمة الاحباب في كل عيلة وفي كل بيت. اكيد العيد هو عيد اللمة الحلوة، عيد النوايا الطيبة. ان شاء الله يا رب اللي بغربة الله يجمعه باحبابه، واللي بين اهله الله يديم لمته، وان شاء الله يا رب دايما دايما ايامكم كلها كلها عياد. هلا رح نشوف، شوفوا وليد شقد مستعجل، شكلك جوعان وليد. ها عم بشوف اذا استوت. طيب لمين اول لفه؟ للمتابعين. انا بالي بدي اقول لبابا، والله طلعتوا اغلى من ابوه. يلا للمتابعين رح نفرجيها المتابعين كيف رح تزبط السندويشه بالاخير. وليد عبراء بالموضوع يا جماعه. تمام يا وليد، برافو يا وليد. انا استسهلت الموضوع عن جد لانه ما فيني اوقف واطبخ وهيك على يعني حراره الطبخ، وهي لسه جسمي كتير تعبان، فانا استهونت لهم مساكين قلت يلا اسمها لحمه يعني لحمه في العيد. يلا يلا يا وليد، يلا يا شاطر، يلا يا شاطر. انت بتعرف اذا استوت اللحمه ولا لا؟ طيب قول لهم، شوفوا قول لهم كم لايك بدك على هاي السندويشتين اللي رح يطلعوا توب. 20,000. شو قد؟ علي صوتك سمان. 20,000 متابع، حاولوا توصلوا. متابع ولا لايك؟ لايك ومتابع وكل شيء. وكل شيء يعني من كله يا جماعة. وليد حب ماما كبوس عليها ميكن عشان تستوي اللحمة. أيوة. 80 صوت. سمعانين الصوت يا جماعة، عن جد ريحتها بتشهي كتير طيبة. ممكن شوي تستغنوا الواحد اللي مو قدران الشوي هلا ولا هيك يكون مستعجل، تغنينا على الشوي شوي يا جماعة، طعمتها كتير طيبة ولذيذة. شوف الدهن، شوف الدهن كيف. شوفوا المنظر يا جماعة تقريبا يعني استوى بس انسى شوي. شوفوا كيف تبقى، نحن بسوريا بنقول لها هي السقسوقة. ليش اسمها سقسوقة؟ لأنه الخبزة بتتسقسق كثير بالدهن تبع اللحمة، فبنقول لها سقسوقات، سقسوقات لحمة أو سقسوقات بالجبن أو سقسوقات. المهم لازم الخبزة تكون مسقسقة منيح، إن كان الجبن في الزيت وإن كان اللحم بالدهن. فنحن هلا عم نسقسق يا جماعة. شوفوا الدهن كيف تجي الخبزة كأني محمصة في الدهن. طبعا هلا رح نمسح يعني ما رح نضل هيك. وقربنا تنتهي. سخنة حرقت ايدك؟ هيك لا رشت على المي. ها ماما سخنة. هلا رح نفرجيكم. شوفوا كيف يا جماعة، شايفين؟ عن جد لذيذة جدا جدا جدا، شكلها بشهي. شوفوا اللحمة يعني تقول اللحمة بعدين. شوفوا اللحمة كيف تستوي والخبزة بتتسقسق، عن جد طعمتها ولا ألذ. رح أزيد عليهم شوي وبعدين نقلكم تفضلوا وشاركونا. تماما هون عشان نقول لهم ننهي الفيديو هلا. هلا بيكون وليد خلص الفطور، سوينا الفطور، رح نكمل اللفات السندويشات السقسوقات ونفطر، وبعدين ان شاء الله بنلاقيكم بس مباشر ولا فيديو تاني. استنونا دايما في جديدنا بقناة نور العين، وليد وعبودة، وكل عام وانتو بخير. وليد كمان برجع بقلكم، شو ماما؟ كل عام وانتو بخير. كل عام وانتو بخير.
السلام سلام.